شغوش أقول أقول ذكرت أعزائي الطلاب نبدأ الآن بدرس جديد. ولكن ما في حروف جديدة. نفس الحرف الغين والمع الأو أو الغين مع الو لأن له أهمية بحرف الغين هذا له أهمية كثير كحرف أساسي أو ك سوابق لواحق له أهمية كبيرة من الأعلى نبجو 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 لا تخربطونا تخربطوها ما بين نبجو ونبجو نبجو نبج عمر نبجو من نفس العمر يعني بالعربي بيقول الترب يعني من نفس العمر يعني. اما نبجو صديق صديق زميل نبجو. نبجا صداقة الأو الغين ومع الأو بآخر الاسم بيجي بمعنات زميل ملاصق صديق وقت بيجي معناته وقت وبيجي معناته زميل بيجي معناته ملاصق ملاصق اها نبجو معناته صديق معناته صديق تحته زنبجو زانبجوخ كمان اها زن سابقة بتدل على الجمع ز سابقة بتدل على الجمع نبجو صديق نبجو أصدقاء ذنبجو يعني أصدقاء بعضهم البعض أصدقاء بعضهم البعض أصدقاء بعضهم البعض ماذا قمر مزاو 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 مقمر ويعني مثل ما بتقول وقت القمر مزاو معناته مقمر عندما يكون القمر في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بيسموا لياليها مزاو اذا ما في غيم اللهم مزاغوة مزاوة معناته مقمر 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 مزاوة تحت غنغ غنى حد غنى فاصل حد غنى يعني اللي, اللي يعني زميل الحد او الملاصق للحد يعني جار مثل ما بتقول جار غنو معناته الذي يأتي بعد الحد أنا بعد حد بيتي بيجي بيت تاني هذا بيسموه غنو, غنو غنو غنى حد غنو زميل الحد صديق الحد أو الملاصق للحد الجار يعني معناته الجار زغنغخ طبعا ز سابقة يدل على حصول العمل في جمعا جمعا يعني ما مفرد جمع هنا غناو معناته جيران والخي معناته هم جيران بعضهم البعض اذا ز غنوك ز غنوك هم جيران بعضهم البعض جيران بعضهم البعض. أب أو أب أو آ يد ملك أو معناته مساعد رفيق. أب أو يعني معاون مساعد آه يعني يعتمد عليه في 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 في, في 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 المساعدة مثل ما بتقول أب أو مساعد أب أو أب أو معاون يعني بيساعدك بالعمل بعونك بالعمل أه وهكذا أب أو إذا قلنا هو هو بعد الاسم بيعطي معنى زميل أو بيجي وقته يغوا يغوا يعني موسمه بيجي وقت بيجي معناته الملاصق الملاصق غنغ معناته الجار الملاصق إليك هنا في عندنا نص هنا عنوان النص زان نبجو زان نبجغو نبجو معناته صديق زا جمع واللي جمع تحت إذن أصدقاء بعضهم البعض زانبوه أصدقاء أو أصدقاء بعضهم البعض أيوه مزاورة قغاغره زغونهغوخ زنبجغوخ مزاغوه معناته مقمر او اسم بنت كمان حلو حلو مزاغوة يعني حلو مزاغوره قغاغره اللي أو العطف والعطف قغاغره كمان زهره ورده كمان اسم بنت زغونهغوخ ز معا او الشيء يحصل ما مفرد جمع غنغ معناته جهر غنغك جيران ان جيران بعضنا البعض زنب جغوخ كمان ز جمع نبجغ صديق والحرف خ للجمع معناتهم اصدقاء بعضهم البعض اذا هم مزاغ قغاغرة زغنغوخ فاصله زنبجغوخ نقطة يعني جيران وأصدقاء آخرين يجاك وزداكوخ آخر هؤلاء طبعا المثنى يعامل معاملة الجمع في اللغة الشركسية آخر رينو هؤلاء دائما رينو دائما يجاك وزداك يجا قراءة يجاك اسم فاعل للقراءة زدقوخ يأزا ز مع د ز جمع د مع قو ذهاب وخ جمع إذن يذهبون مع بعضهم البعض زدقوخ بعيد هالتركيب زدقوخ من أربعة من كلمة وسابقتين و ولاحقة ز حصول الجمع مع الجمع عند د سوية زاد سوية ك اذهب خ جمع اذا يذهبون مع بعضهم البعض دغو دغو يجا البنت اللي اسمها مزاغة عم تقرا بشكل جيد مزاغة دغو يجا دغو دغو جيد دوّ جيدا جيدا دوّ جيدا يجا تقرا قغاغي يجنم يقوغو قغاغ اسم البنت الثاني والياء هنا معناته قغاغي ايضا قغاغ ايضا يجنم يجن يجن دراسه يجنم للدراسه بالدراسه يقوغو تعتني بالدراسه، إذن قغاغ أيضاً تعتني بدراستها. قغاغ أيضاً تعتني بدراستها. مزاغ ورا قغاغرة ونا أب أو دخوخ. آها مزاغ مز... البنت مزاغ وقغاغ البنت الثانية وناغومشي وناغو أسرة. وناغم بالاسرة في الاسرة شيء ايضا ايضا شي ايضا حتى ايضا وبالبيت ايضا أبأو او دخوخ أبأو او مساعدة يعني في عمل البيت دخوخ د د مع ده دغوخ عفوا دغوخ يعني مش دغو جيد دغوخ جيدين وناغم جي او يعني حتى بالبيت مساعدين جيدين مساعدين جيدين دغو خطه وين بجور هون تحت عم بيسال سؤال خط خط و من و وين بجغور؟ من انت صديقك؟ التركيب هيك، من صيخت من صديقك؟ نبجو صديق، و انت خاصتك و خاصتك ال 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 التعريف، من هو صديقك؟ تحت في كلمات غاز غاز الغاز العادي الغاز العادي بيقولوا له غاز يعني غاتفة ربيع غاتشه ربيع فصل الربيع يعني غاتشه الفصول باللغه الشركسيه ايضا اربعه غاتشه من فصل الربيع غاتشه يبغ يجتهد يبغ يجتهد يبغ كمان يجتهدوا يظهر الفؤاني يقوغ والتاني يقوغ نفس الشيء يجتهد أو اجتهد لأنه قوغ لحالة ما بصير قوغ بصير هم هذا يقوغ يعني اجتهد أو يجتهد الكلمة اللي بحدة غوانة غوانة ثقب المقر غوانة يعني الكيس مبعوج مثقوب وانا ثقب غنجة مرآة غنجة مراية يعني غنجة مرآة غنجة مرآة من عيد الدرس أعزائي الطلاب وبسرعة شوي نبجو صديق نبجو صديق زنبجوه أصدقاء بعضهم البعض ذنب أصدقاء بعضهم البعض مزاغ المزاغ مقمر أو اسم بنت كمان بصير مزاغ يعني بيسموه مزاغ اسم بنت غنغ غنغ جار غنغ جار غنى حد ملاصق للحد يعني جار زغناغك يعني جيران، تزغناغ نحن جيران بعضنا البعض. اها. جيران بعضهم البعض. اب او مساعده، معاونه. اب او مساعده، معاونه. اهوا. عنوان الدرس: زنب جغوك. عنوان الدرس ذا ازا الزا بدل على الجمع نبجو صديق والخاء كمان بدل على الجمع ذا اصدقاء بعضهم البعض اصدقاء بعضهم البعض مزاغورا قغاغرا ذا نبجعو ذا ذا البنتين هذول مزاغ وقغاغا زغنغوخ جيران بعضهم البعض ذنب وأصدقاء بعضهم البعض ايوه آخر رينو يجاك وزدك آخر رينو هؤلاء دائما يجاك للدراسة زدك يذهبون مع بعضهم البعض يعني يروحوا على المدرسة سوا باختصار بروحوا على المدرسة سوا، يجاك يعني بروحوا على المدرسة مع بعضهم البعض. مزاوة دغه يجا. مزاوة اسم البنت الأول، دو, دو جيد، دو جيداً، يجا يعني تدرس بشكل جيد، مزاغة تدرس بشكل جيد. قغاغ يا جنم يا قغاغ ايضا البنت اسمها قغاغ والياء هنا بجمعنا ايضا يجنم جنم للدر... بالدراسه يا تعتني بالدراسه قغاغ ايضا تعتني بالدراسه مزاغر قغاغرة ونا اب أغدغو. البنتين هدول مزاوره مزاوة وقغاغه غمشي بالاسره يعني أو اوناوى اسره بالاسره بعمل البيت يعني غمشي ايضا اب او دوخ يعني مساعدين جيدين معاونين جيدين يعني بعون أمهم بيشتغلوا بالبيت هنا في سؤال وراء شرط استفهام خت وين بجور أنت مين صديقك عم بسأل خطوة وين بجور أنت مين صديقك اهوة. تحت الكلمات في كلمة غاز غاز معناته غاز عفوا ما غاز غاز معناته الغاز بيعملوا له باسمه غاز غاتخه ربيع غاتخه فصل الربيع غاتخه فصل الربيع يجو إن يعني اجتهد فعل امر اجتهد يجو تحت يجو بنفس الكتابه يجتهد يجو ويجو نفس الشيء فعل امر ويجتهد يقوغ يعني هو يجتهد الكلمة اللي بعدها غوانة غوانة معناته ثقب معناته ثقب غوانة غوانة ثقب غنجة مرآة غنجة مرآة غنجة مرآة أعزائي الطلاب الآن ننتقل إلى كلمات الدرس والقواعد كلمات الدرس أول شيء هو بعد الأسماء بيجي كلمة غين واو هو له ثلاث معاني الوقت والزميل والملاصق. الملاصق. الزميل والملاصق. غُنَى غُنَب غنو ايوا. تشلو تشِلَو. ابن ضيعت يعني تشِلَو. إلى أخره. ماذا؟ قمر. ماذا؟ قمر. مَزاو. اسم علو أو مُقمر. مُقمر. مزاق مقمر يعني تشش مزاق معناته ليلة ليلة مقمرة ويسموا البنات مزاق كثير حلو هالاسم مزاق نبجغ صديق نبجغ صديق نبجغ صديق غنى غنغ غُنى حد غُنى حد غُنى الملاصق للحد يعني الجار زميلي بالحد معناته جاري غنى جار, غُنى جار غُنى جار غُنى حد غُنى حد غُنى جار جاري جار غُنى جار أب أو أب أو مساعدة، معاونة، عاونة، ساعد أب أو عاونة، ساعدة. دغو جيد، دغو جيد، دغو أو دغو نفس الشيء، دغو جيد ودغو كمان جيد. عناوة أسرة أو عائلة. ونا هو ونا بيت هو صديق ملاصق زميل ونا هو معناته اسره يعني هل موجودين بهالبيت ونا هو. ونا هو اسره عائله ونا هو اسره عائله غاتخة ربيع غاتخة ربيع غاتخة ربيع وانا ثقب وانا ثقب وانا ثقب مرآة غنجة مرآة غنجة مرآة يعني مراية غنجة من كلمات الدرس مرة ثانية اولا بيجي حرف غ مع الاسماء بيجي معناته زميل او وقت او ملاصق غ ماذا قمر مزاغوة مزاغوة مقمر نبجو صديق نبجو صديق غنى حد غنى حد الحد الفاصل ما بين شيئين غنى سيج غنى معناته حد ارضي سيونا غنى معناته حد بيتي ايوه غنى جار او مجاور غنى جا او مجاور غنى جار او مجاور غنى حد غنى جار او مجاور أب او أب او مساعد أب أو مساعد معاون أب أو زفخوك معناته بيساعد بعضنا البعض أب أو دغو جيد دغو جيد دغو جيد وناغو أسرة عائلة غناوة أسرة عائلة، غناوة أسرة عائلة، غاتخة ربيع، غاتخة ربيع، غاتخة ربيع، غوانا ثقب، غوانا ثقب، غوانا ثقب، غنجة، مرآة غنجه مرآة يعني مرايه غنجه مرآة مرايه ننتقل الآن إلى قواعد الدرس قواعد الدرس بقغواتس آخر الأسماء العادية والأسماء الخاصة بقغواتس أوناية خمرة بقغواتس قزركو خمرة ما شو الفرق ما بين الأسماء العادية والأسماء الخاصة الأسماء العادية هي المسميات العادية مثلا هاي شجرة وهذا مي وهذا جبل وهذا نهر هذا عادي شيء عادي هذا قلم هذا دفتر هذا أسماء عادية أما هالاسم لما بتناديه باسم خاص مثلا عندك كلب سميته مثلا جامبو هذا بدك تكتب صار عنده اسم خاص بدك تبدا بكتابته بحرف كبير كتابه الـ الاسم بحرف كبير اذا الفرق ما بين الاسماء العاديه والاسماء الخاصه الاسماء العاديه تكتبها كلام عادي يعني يجي مثلا انا مثلا سبحت في النهر كلام عادي بتكتب اما اذا بدك تكتب انا سبحت في نهر العاصي كلمه العاصي مثلا بدك تبدأ بكتابتها بحرف كبير بحرف كبير مثلا زرت مدينة مثلا مدينة في تركيا مثلا ما ب... هذا كلام عادي ما بتحط حرف كبير أما إذا بدك تقول زرت مدينة أنقرة مثلا بدك تحط كلمة أنقرة أول حرف حرف كبير أول حرف حرف كبير آه قوات اخر أقوى شق بقوات أو نايا كمرة بقوات أو قزرب وكمرة أو نايا كر بتخن زخوتشة أبرت خبزر ينتش أو مدرا مدرا تخبزكر بقوات أو قزرب وكم يات خبزكر ينابيش زو زرب تخرم تيتو بتخت تيتو بتخت اه إذا من قواعد الدرس أعزائي الطلاب وانتبهوا يعني ما كتير سهل جدا اذا انتبهتوا الاسماء باللغة الشركسية نوعين الاسماء العادية والاسماء الخاصة الاسماء العادية واسماء كل شيء كل شيء بهالدنيا له مسمى بسموه مسمى اما الاسم هذا لما بتسميه باسم خاص ثاني مثلا جبل قاسيون مثلا مدينه دمشق مثلا مدينه حمص مثلا مدينه جرش مثلا اول حرف بدك تكتبه بحرف كبير لانه هذا اسم مسمى اسم له اسم ثاني يعني بقواصه بقواصه ونايخر قاص او نايخر يعني الاحرف ال 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 الاسماء الخاصه بدك تبدا بكتابته بحرف كبير اعزائي الطلاب الى هنا ننتهي من هذا الدرس ارجو ان تكونوا قد استوعبتم هذا الدروس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.